يمكن بيعود او بيغيب النهارده الاول عن سموحه احمد تمساح وعبد الله بكري بيغيبوا عن مباراه اليوم، وبيعود كمان كل من ياسر ابراهيم ورجب بكار وطارق طه ومحمد حمدي زكي واحمد نبيل منجا. اكيد هنكون مستمرين معاك يا كابتن فاروق هنا من استاد برج العرب ان شاء الله. بنتمنى يمكن كان تكون فريق النادي الاهلي كان متواجد النهارده في الاوتيل، يعني الاجواء ما قبل طبعا التحرك لملعب اكيد كان، واحنا بنتكلم كان فريق سموحه تقريبا كان متواجد ايضا في نفس الاوتيل اللي متواجد فيه فريق النادي. قول لي الاجواء كانت ماشيه ازاي، واكيد النهارده ما اعرفش هل هيكون في احتفاليه ايضا من نادي سموحه بتتويج النادي الاهلي في الملعب ببطوله الدوري هذا الموسم ولا لا؟ بالفعل يا كابتن فاروق الفرقتين متواجدين في احد الفنادق طبعا القريبه هنا من استاد برج العرب كالعاده. طبعا النادي الاهلي ولاعبي فريق سموحه، يمكن كان في طبعا احمد نبيل بنجا واحد من ابناء النادي الاهلي يمكن كان متواجد مع لعيبه النادي الاهلي كالعاده. الروح المعنويه مرتفعه جدا لدى لعيبه النادي الاهلي، وايضا كمان فريق سموحه تواجده في الفندق بيدي طبعا انطباع ان المباراه كالعاده ان شاء الله تخرج بالشكل الذي يليق باسم النادي الاهلي. اللي باكد عليه كمان يا كابتن فاروق ان التركيز الكبير اللي مع النادي الاهلي ده يمكن متواجد من كل المباريات كل التدريبات اللي احنا بنشوفها حتى فندق الاقامه، رغم ان الجو زي ما بنقول يمكن النادي الاهلي حاسم بطوله الدوري العام، لكن التركيز الشديد هي سمه معسكر فريق النادي الاهلي او ايضا كمان التدريبات اللي بياخدها فريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش. كمان الكابتن ميمي عبد الرازق كان ليه محاضره مع فريق النادي النادي سموحه بعد التحفيز طبعا للاعبين، بيحاول ان هو ياخذ نقاط هذه المباراه من النادي الاهلي. لكن انا باكد عليه ان النادي الاهلي في تركيز كبير جدا 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 رغم حسم بطوله الدوري العام في كل المباريات القادمه ابتداء من مباراه اليوم. ان شاء الله تكون نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي ويكون كمان التوفيق حليف النادي الاهلي، ويكون لينا لقاءات ان شاء الله عقب انتهاء المباراه بفوز النادي الاهلي. لو في استفسار يا كابتن فاروق اتفضل. لا انا عايز اكلمك يا كريم على هل اللاعبين اللي خرجوا بره ال 18 هل في حصل تمرين ليهم او في تمرين ليهم دلوقتي هيتعمل؟ يمكن حتى دي اللحظه لم يخرج كلا اللاعبين كلا طبعا الفريقين الى ارض الملعب، لكن كالمعتاد طبعا يمكن بعض اللعيبه اللي بتكون خارج ال 18 يمكن بياخدوا ربع ساعه او ثلث ساعه قبل انطلاق المباراه او بعد المباراه، بيحاول الكابتن حسام ان هو يبقى في بعض التدريبات الخفيفه سواء جري حوالين الملعب، لكن حتى دي اللحظه يمكن كلا الفريقين لم ينزلوا الى ارض الملعب. لكن في خلال الدقائق القادمه اكيد هيكون في قرار من الكابتن حسام البدري. احنا عارفين ان غدا هيكون راحه، يمكن الكابتن حسام مدي راحه لفريق النادي الاهلي غدا على ان يكون التدريب بيوم الثلاثاء، لكن لم تظهر حتى هذه اللحظه اي من اللاعبين اللي خارج القائمه طبعا بعد ظهور التشكيل في تدريب اليوم سواء مع كابتن انيس الشعلالي او مع كابتن سيد معوض. لكن وارد خلال الدقائق القادمه ان يكون في تدريب النهارده على ملعب مختار التتش كل اللاعبين اللي مش هتشارك في مباراه اليوم. يا كابتن فاروق كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، اكيد متابعين معاك من خلال